السلام عليكم، اهلا بيكم، كل سنه حضراتكم طيبين. النهارده هعمل معاكم نوع حلويات حلو سريع، تقدر تعمليه دلوقتي في اي وقت. هو باختصار كده الشكلمه، بس هنعملها بطريقه محلات الحلواني، طريقه تجاريه، يعني بحيث انها تديني كميه مضاعفه وفي نفس الوقت جوده عاليه يعني. فهنا كل المقدار اللي عندي. ان الشكلمه طبعا ليها كذا طريقه، بتتعمل ببياض البيض بس، بتتعمل بالصفار بس تبقى صفرة، بالبياض تبقى بيضه، تتعمل بالخليط وتبقى صفرة، في اضافات تانية بتتحط عليها. ففي النوع اللي انا هعمله النهارده ان هنضيف عليه اضافات غير البياض البيض والصفار. فالنهارده هنا هنحط بقى، دي طريقه تجاريه بتتعمل في المحلات عشان بتدي كميه مضاعفه وفي نفس الوقت طعم جميل جدا. هنا كوباية جوز هند، معلقتين دقيق اهم، وهنا نص كوباية دقيق بسبوسة. يبقى جوز هند مبشور اهو كوباية، معلقتين دقيق، نص كوباية دقيق بسبوسة. دي الحاجات اللي احنا هنستعملها. وعندنا ربع معلقة كبيرة سمنة سايحة طبعا عشان جو الحر اهوت، او ربع يعني اقل، يعني ربع كوبايه او معلقه كبيره مليانه تديك الكميه دي. تكون سمنه تكون نوعها حلو نضيف. وفي نفس الوقت هنستعمل شويه معلقه كبيره مليانه عسل جلوكوز، وعسل الجلوكوز هنا عشان ايه؟ يعني يخلي المكونات اللي هنا متماسكه وفي نفس الوقت يخليها ملمعه. هنا كمان هناخد نص كوبايه مهلبيه، ونص كوباية المهلبية ديت ايه، طبعا مهلبية لبن على نشا، كوباية لبن على معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة نشا، ونربطهم وناخد منهم نص الكمية، او لو احتاجناهم هناخدهم كلهم. في نفس الوقت عندي بيضة وعليها كوباية ربع كوباية سكر، هضربهم مع بعض شوية، انا ضربتهم شوية، ضربهم تاني عشان نبدأ نعجن، يعني نشكل الشكلمة بتاعتنا بكل بساطة. هنضيف بقى الايه، هنضيف السمنه بتاعتنا، وكمان المهلبيه، بعد كده كمان هنحط معلقه عسل الجلوكوز. كل الحاجات على بعضها، السوائل على بعضها، ونضربها ضربتين كمان ونعجن بيها. نضربهم بقى تاني بالمضرب، يتوزعوا كويس ونعجن بيها. بعد ما ضربت كل المكونات على بعضها، السمنة والمهلبية وعسل الجلوكوز والبيض والسكر، هضيف الحاجات الجافة بتاعتي اللي هي الدقيق، بس اقلبهم الاول عشان يتوزع الدقيق كله كويس مع جوز الهند، واعجن بقية الحاجة. هنقلبهم الاول وهم هي جافة كده، وبعد كده اعملها
تتلف معايا بكل بساطه، يعني مش فاضل عندي غير التشكيل بتاعها وهنشوف ازاي. طبعا وانا بكلمكم كانت الفرن البوتاجاز والعه على اساس تبقى سخنه، مجرد ان انا بخلص على طول بايه باخد الكميه بتاعتي احطها في الصينيه واشكلها. هي كده خلاص اتشكلت وبقت كويسه، والعجينه شوفي العجينه كويسه خالص. في ناس بقى بتعملها بقمع تشكلها، في ناس بتعملها بايديها وتكورها، يعني باي طريقه. هي خلاص كده مش محتاجه اي اضافات. انا هوريك هنعملها بطريقه ابسط من كده خالص ازاي. نجيب بتاعه الايس كريم دي بتاعه الجيلاتي، المعلقه بتاعه الجيلاتي، وهنملاها نملى كده ونحط هنا. في نفس الوقت بحط كمان في الصينية. كل واحدة هاخدها اعملها كده املاها بالمعلقة كده. وادي الطبق الورق هو الكريشه، واعمله بدون ما اضغط عليها ولا اي حاجه، انا بسيبها كده. يعني الكميه اللي انا عملتها دي تقريبا هتاخد لها، هتطلع مثلا بالحجم اللي انا عاملاه ده 15 او 16 وحدة. بحط بقى الاطباق، يعني ده الطبق ده بيبقى كده حافظها وحافظ شكلها، ولما باجي اقدمها ممكن اشيلها احطها بالطبق كده على طبق التقديم، او احطها في طبق تاني من تحتيه وتبقى تتقدم على طول. كمان واحدة بدوس عليها كده ونزلها بكل نظافة من غير ما وسخنا ايدينا ولا عملنا اي حاجة. يعني حاجة حلوة بتعمليها يدوب وانت واقفة في 10 دقايق بتتحط في الفرن وشوية الشربات هيسع. مجرد بقى ما بتطلع من الفرن بتقعد لها تقريبا نص ساعة او تلت ساعة. على كل طبق من دول بحط 3 معالق شربات من المعلقة دي، بيكون يدوب كفاية عليها قوي كده، بتبقى بالشكل ده حلو. هنشوف كده النتيجة بعد ما هنكملهم كلهم مع بعض وهوريكم هنعمل ايه نسيها ازاي. ندخلها الفرن ونخلص. بعد ما بتطلع من الفرن مباشرة بيكون الشربات معمول وبارد، الشربات بتاعنا عاملينه وبارد بالشكل ده. اخد منه 3 معالق واحط ايه. طبعا دي انا كنت سايقاها من شوية بس عشان اوريكم الشكل، وبتبقى بتشربوا كله، دي مسقية ودي مسقية فبتشرب ايه الشربات كله، يعني يكفيها 3 معالق كفاية قوي على كل واحدة من دول، يعني بحيث ما تصبيش كده ويطلع بزيادة، لا هما 3 معالق هتصبيهم على كل واحدة هتطلع جميلة جدا. و كمان نشوف كمان طعمها. دي عشان حطيت انا معلقه دلوقتي زياده عشان اوريكم، فهي بتبقى بالشكل كده جميله جدا. لكن نشوف دي بقى الشربات بتاعها مظبوط اهو، جميله جدا ومش محروقه ولا اي حاجه ولا مكتومه ولا اي حاجه، والطعم جميل جدا وريحه جوز الهند وطعم جوز الهند يعني فائق جدا. اتمنى تجربوها هتعجبكم وسهله قوي قوي، ويا ريت
تشتركوا في قناتي، متبخلوش عليا باللايك والشير. تحياتي ليكو عزة زيدان، كل سنة وحضراتكم طيبين، وبعتذر مرة تانية على الصوت لأن أنا فوق صوتي تعبان. تحياتي ليكو عزة زيدان.